زين هذا المثال المحمول اللي هو A-2-3 عن بلوك دايجرام ريدكشن مضمون من الكتاب. هلا طلعوا على الشكل، ايش في استراتيجيه ممكن نعملها تبسط علينا؟ في اشياء احنا بنعرف كيف نعملها تبسيط. مثلا هذا بنعرف نعمله تبسيط لو انه هاي مش موجوده، لو هاي مش موجوده بنعرف نعمله تبسيط مش هيك؟ لو هاي مش موجوده كان شو بعمل؟ بطلب جي 3 وجي 4 وبعدين بصير عندي جي واتش مش هيك؟ نيجاتيف فيدباك. ونفس الشيء هذا مش بعرف اعمله تبسيط لو هاي مش موجوده شو بصير عندي؟ جي 1 جي 2 وعندي اتش 1 وعندي نيجاتيف فيدباك. اذا شو اللي لازم اعملها بالخطه تبعتي؟ احاول اتخلص من هاي واحاول اتخلص من هاي. كيف ممكن اتخلص من هاي؟ مش ممكن اخذ هاي واحطها هون؟ وهل ممكن اخذ هاي واحطها هون؟ مظبوط؟ هل بعرف انا احول بيك اوف بوينت افتر؟ ايش بعمل؟ بيك اوف افتر ديفايد. اذا انا بامكاني اخذ البيك اوف بوينت هاي واحطها بعد واستعمل الرول تبعتي ذات بي اي دي بيك اوف بوينت افتر ديفايد. اذا تحركت هون ايش بقسم على ايش؟ على جي 4. اذا بامكاني اخذ هاي النقطه اللي موجوده هون ما غير شيء، راح اعطيها السيجنال عندي نفسها هذه هون على جي 4 بدل ما اخذ من هون راح اعمل البيك اوف بوينت من هاي اول وحده. بتطلع على الثانيه هذه عندي سامينج بوينت. السامينج بوينت كانت افتر ايش؟ اذا حركت سامينج بوينت افتر بلوك دايجرام اس اي مالتيبلاي. لكن انا هون ايش بدي اعملها؟ بيفور. شو راح اعمل؟ مالتيبلاي افتر مالتيبلاي بيفور ديفايد. اذا راح اخذ السامينج بوينت بتذكر منها بلس بلس وراح احطها هون بلس بلس. ليش مش جي 4 مش نعم؟ اتش 3 كان موجود جي 4 بس هون على صوت مش سامع. اتش 3 ليش واحد على جي 4؟ شو هاي هون ليش حطيت واحد على جي 4؟ مش لازم تكون جي 4. لا هنا بيك اوف بوينت افتر ديفايد. اخذت البيك اوف بوينت افتر ديفايد مش هيك؟ لان لما حركتها بعد البيك اوف بوينت مش اخذت المالتيبليكيشن هي ما بتستحقه؟ مش انضربت في جي 4؟ مضبوط؟ بس لما كانت هون حطيتها هون كانها ضربت في جي 4 هي ما لازم تنضرب في جي 4. شو على التعود شو عملت؟ لغيت ضربت في جي 4 بعدين قسمتها جي 4 مضبوط؟ هلا هون عندي حولت السامينج بوينت بفور كمان لازم اقسم على جي 1 طيب هلا هون سؤال السامينج بوينت بفور اذا قلبتهم بقدر احط سامينج بوينت قبل سامينج بوينت اللي هي A زائد B زائد C بتساوي A زائد C زائد B ما بيأثر بشيء. إذا بقدر السامينج بوينت هاي آخذها أحطها قبل السامينج بوينت دي بس نتذكر الإشارة اللي هي كانت بلس. إذا هذه بلس بلس إذا راح آخذ هذه السامينج بوينت أحطها هون دي كانت بلس بلس وراح يدخل هذا السهم هنا هون ما في أي تغيير. والبيك أب بوينت بقدر كمان اغير البيك اب بوينت مش هيك؟ بقدر احركها ما بعرف ايش البيك اب من هون او من اي مكان ثاني. اذا هذا الدايجرام ما غيرت عليه اي شيء بس هلا صار في شكل اسهل لي مضبوط؟ جي 1 بجي 2 وجي 3 بجي 4 مش هيك؟ بقدر اضرب جي 1 في جي 2 اذا هذا البلوك دايجرام بصير عندي هون جي 1 جي 2 جي 1 جي 2 وهذا البلوك دايجرام بصير جي 3 جي 3 جي 4 مطلوب من الطاقة. هلا عندي هذا الشكل ايش هو نيجاتيف فيدباك؟ اذا شو بقدر ابسط هذا البلوك دايجرام شو بصير؟ جي 1 جي 1 جي 2 على 1 زائد جي 1 جي 2 اتش 1. اذا هاي كل هالبلوك دايجرام بقدر اعمل هيك بصير جي 1 جي 2 واتش 1 جي 1 جي 2 على 1 زائد جي 1 جي 2 H 1 مش هيك؟ وهذا نفس الشيء مش بقدر اعمل نفس الشيء مش بصير عندي جي 2 جي 3 و H 2 نيجاتيف فيدباك. لاحظوا كانت نيجاتيف فيدباك شو حطيت هون؟ بلس بلس بلس. اذا هون نفس الشيء نيجاتيف فيدباك فعندي جي 3 وجي 4 و H 2 فبصير عندي هون جي 3 جي 4 1 زائد جي 3 جي 4 H 2 هذا هو بلوك دايجرام. هلا شو بقدر اعمل بالبلوك دايجرام الاثنين هذول؟ اضربهم ببعض اضربهم ببعض فبصير مكانهم جي 1 جي 2 جي 3 جي 4 على هذول الاثنين مضروبين ببعض. خلينا ابسطهم كلهم في البلوك دايجرام.
بصير عندي جي 1 جي 2 جي 3 جي 4 جي 3 جي 4 جي 4 على 1 زائد جي 1 جي 2 اتش 1 اتش 1 كانت اتش 1 1 زائد جي 3 جي 4 اتش 2 هذا عندي شو هذا بلوك دايجرام شو ضل عندي هلا شو ممكن اعمل اضرب اللي فوق اضربهم بسهوله مش هيك صار بصير عنده اتش 3 على جي 1 جي 4 فعندي هون اتش 3 على جي 1 جي 4 لاحظوا الاشاره جايه من هون مش بالعكس من هون في لهون ايش بضل عندي هذا؟ بوزيتيف فيدباك ايش الاتش بي؟ لهون المهم نسيت من مين الاتش ومين الجي ما تتخيل انه هو فوق تحت اللي فوق اللي عامل الفيدباك هو الاتش فوق واللي عامل الفورورد هو جي ما يقول لك انه هو فوق او تحت هذا كان بامكاني بسهوله انا اللي بحطه تحت اللي عامل الفيدباك بقى زي ما كنا راسمينها من شوي اذا هذا هو الاتش وهذا هو الجي شو بصير عندي هنا الفاينل بلوك دايجرام بصير جي على واحد زائد ولا ناقص؟ ناقص ناقص فبصير عندي جي اللي هو هذا كله اللي هو جي 1 جي 2 G3 G4 على 1 زائد G1 G2 H1 مضروب في 1 زائد G3 G4 H2 هذا هو G على 1 ناقص هذا كله مضروب في H3 G1 G4 فبصير عندي 4 G1 G2 G3 G4 H H3 مش هيك؟ على G1 G4 مضروب في 1 زائد G1 G2 H1 مضروب في 1 زائد G3 G4 H2 حطيت G3 في G3 G4 G1 G4 حطيته ما بروح مع الفوق ولا؟ بروح بروح صحيح فG1 بروح مع G1 G4 بروح مع G4 صحيح وهلا في تبسيط كمان ممكن نعمله بدنا نضرب في هاي نضرب البسط المقام في هاي فبضرب هاي تختفي هاي تختفي هاي بصير عندي عندي الواحد ما بيمكن تكمل واضحه يعني بصير بس تكمل هذا هذا صار البلوك دايجرام النهائي هذا هو نفسه امور مساوي للبلوك دايجرام بسط اللي كان موجود ماشي في اسئله عن هذا التمثال فرجينا بس كيف نعمل ريدكشن للبلوك دايجرام